السلام عليكم الشباب، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. اليوم الفيديو ديال اليوم غادي يكون بخصوص الدرس ديال المتتاليات العددية. هاد الدرس هذا ديجا شفناه في المستوى اولى باك، يعني دابا غادي نعاودوه. في اولى باك درنا غير التمهيد، يعني كيف ما كتعرفوا بان هاد لي سويت نيميريك راه مهمين بزاف تا هما في الامتحان الوطني. عندهم تقريبا ديك دو بوان تاع 3 بوان مهمين، يعني هما واحد الدرس اللي ساهل وبسيط وتجيب فيه النقط ديالك، يعني خص حتى هو ما تحاول انك ما تزقلوش في الوطني. دونك الشباب كيف ما شفنا ان في المتتاليات العدديه اللي درسنا في الاولى باك، المهم غندير واحد التذكير بسيط، غندير واحد التذكير مهمه باش ندوزو داكشي اللي مهم، والحاجه اللي ما واضحاش اللي ما فاهمينهاش نعاودو نرجعو ليها. المهم كتذكير، شفنا بان المتتاليات كنقسمو هنا لجوج انواع: المتتاليات الحسابيه والمتتاليات الهندسيه او المتتاليه الهندسيه. دونك الشباب كيف ما كنعرفوا المتتاليه الحسابيه كيفاش كتكتب لنا، او كيفاش كان يمكن لي نعرفها، حيتاش دابا ملي كيعطوك واحد السويت خصك تعرفها، كيقول لك ودي حدد لي واش هندسيه ولا حسابيه، باش يمكن لي نعرفها كنمشي ندير. حيتاش حنا كنعرفوا بان حنا خدامين في المتتاليات العاديه مكتوب كيتكتبوا لنا على شكل يو ان، بحيث ان ينتمي الى ان، ياك يعني. وهاد ان هذا راه ينتمي الى ان. شنو هو هاد ان؟ هذه هي 1 2 3 جوسكا لواحد ان، يعني كيتغير ديال ان، كياخذ القيم ديال ان. كنشوفو يو ان اش كتساوي ليا، كنعوض عاوتاني ان ب 2 وكنشوف يو ان اش كتساوي ليا 3 جوسكا لواحد العدد. مفهوم؟ هما داكشي اللي حسب ليكزيرسيس، كل ليكزيرسيس وكيفاش داير. مفهوم؟ يعني كنخدمو في الاعداد الصحيحه الطبيعيه، يعني ما كان كان ما كان انسيستيوش يعني كنخدمو في اغ كامله ولا، يعني حيتاش دابا شي قلت لكم هذه المتتاليات العدديه اللي هو درس بسيط. مفهوم الشباب؟ وعندهم علاقات، المهم داكشي غادي نشوفوه من بعد، يعني عندهم علاقه بلي فونكسيون، عنده علاقه لا كونفيرجونس ديال هاد التقارب ديال هاد يو ان، يعني بزاف كاين شي امور اللي خصنا نشوفوهم. دونك كيف ما قلنا المتتاليات الحسابيه كيفاش كنعرفها؟ كنمشي ندير يو ان بلس ان موان يو ان، الى عطاتني واحد اخ دونك كنقول بانها راها متتاليه حسابيه. مفهوم الشباب؟ والمتتاليه الهندسيه كنمشي ندير يو ان بلس ان موان يو ان، ما كتخرجش ليا هاد اخ، كيخرج لها شي عجب. المهم كنمشي نضر، يعني ملي كيعطوني واحد ان كيف يو ان كيف ما كانت، كنمشي ندير هاد يو ان بلس ان موان يو ان، الى خرجت لي انها كتساوي اخ دونك راها متتاليه حسابيه. خرج لي شي عجب اخر كنمشي ندير يو ان بلس ان سور يو ان، كنقسم يو ان بلس ان على يو ان. الى عطاتني واحد اغ ولا كي، المهم حنا باش نفرقو بيناتهم نديرو كي. الى عطاتني واحد كي دونك كنقول بانها متتاليه هندسيه. مفهوم؟ والاساس ديالها كيف ما كنعرفو بانه هو كي، والمتتاليه الحسابيه حتى هو راه دوكا يو ان متتاليه حسابيه، والحد ديالها هو الاساس ديالها هو اغ. مفهوم الشاب الشباب؟ دونك هذه كتسمى، المهم نعتبرو ك المهم كتعريف، او كيف ما باش نعرف انا المتتاليه الحسابيه. دونك صيغه الحد العام، الحد العام ديال يو ديال هاد المتتاليه الحسابيه، حيتاش في الاسئله دابا الاسئله كتعطاو او ديجا خدمتهم في السيزيام. فهم دابا يو ان شنو هو الحد العام ديالها؟ كيعطيك هو يو ان بلس ان ولا شي عجاب، وكتمشي انت تحسب هاد الاساس ديالها، كتساوي هي يو زيرو الحد الاول بلس ان فوا ار فوا الاساس. هاد الاساس هذا كنحطو وكنضرب في ان، يعني كنكتب يو ان بدالة ان، كيقول لك ودي في واحد السؤال بعض المرات جبت ليا يو ان بدالة ان، وهذا هو هادي هي صيغة الحد العام. مفهوم؟ للمتتالية الحسابية ما نساوش. دونك وصيغة الحد العام ديال المتتالية الهندسية كتكتب ليا على شكل يو ان كتساوي ليا يو زيرو الحد الاول مضروبة في هاد الاساس على بيسونس ان، ياك الشباب. دونك هذه هي صيغه الحد العام، صيغه الحد العام هذه كيعطوها. المهم نديروها كجدول باش نحاولوا يكون الامور باينين. المهم سمحوا لي الشباب هادشي راه ما مقادش.
المهم حنا بحنا راه كنديرو مراجعة وصافي. دونك صيغة الحد العام هي هادي، مجموع الحدود. دونك حيت كيف ما كنعرفو مجموع الحدود هو اس ان اللي كيساوي ليا يعني الحد الاول زائد الحد الثاني زائد الحد الثالث جوسكا ان. يعني شنو هو الحد الاول؟ كيف ما قلنا هو اي زيرو، بلس الحد الثاني شنو هو؟ هو يو ان، بلس الحد الثالث يو دو، بلس 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 جوسكا يو ان. هاد لا سوماسيون هادي، هاد الجمع هذا كيتسمى مجموع الحدود. هاد اس ان هادي كتسمى سيري، مفهوم الشباب؟ سيري دو سويت. دونك هاد لا سوماسيون هادي كيمكن ليا انني نجبدها، او عندي واحد لا فورمول كتسهل عليا الحساب، لا في المتتاليات الحسابيه لا في المتتاليات الهندسيه. المتتاليات الحسابيه اش كتساوي لهاد اس ان هادي؟ كتساوي هي ان بلس ان سور دو فوا يو زيرو بلس يو ان. وهذه هي الصيغه الى جبر الله. بغيت نبدا غير بالحد الاول عندي يو زيرو، اما يمكن لي نكتبها اون كا جينيرال، يعني يمكن لي نكتبها على شكل دابا انا بديت يو زيرو، ولكن بشكل عام كتكتب لي على شكل ان موان بي بلس ان سور دو فاكتور يو بي بلس يو ان. مفهوم الشباب؟ هذه هي الصيغه العامه، ولكن حنا كيسهل باش نسهلوا علينا الخدمه كنبداو بالحد الاول. وهادو بجوج يمكننا نديمونطريهم، وغادي نديمونطريهم ان شاء الله في شي فيديو اخر. من بعد هذا الفيديو هذا غندير واحد ديمونستراسيون بخصوص هاد الاس ان، حيتاش مهمين بزاف، مفهوم؟ هذه بخصوص المتتاليه الحسابيه. بخصوص المتتاليه الهندسيه، اس ان كتساوي ليا كيف ما كان عرفنا بان هي يو 0 بلس يو 1 بلس جوسكا يو ان. احنا عندنا هي يو 1 هي يو ان، غنعوض بالزيرو تعطيني هذا الشيء. المهم نعوض ب 1 نعوض 1 هنايا ونجمعهم وغيعطيني المهم الحد العام. يعني هاد يو 0 يو 1 يو 2 راه هما هادو، يعني هادي نعوض ب 0 هنا نعوض ب 1 2 ونجمعهم غيعطيني في الاخر هادشي. يعني غادي نديمونطري ان شاء الله، غندير واحد الفيديو اللي فيه ديمونستراسيون ديال هاد العجب هذا. كتساوي هي نفس القضيه اللي هي الحد الاول زائد الحد الثاني زائد الحد الثالث جوسكا الحد الاخير اللي هو ان. دونك الصيغه العامه ديال مجموع الحدود اش كتساوي ليا؟ اللي هي يو 0 فاكتور 1 موان كيو على بيسونس ان بلس 1 سور 1 موان كيو. مفهوم؟ هذا الصيغه ديال الحد ديال مجموع الحدود، او بصفه عامه نكتب على شكل يو بي فاكتور 1 موان كيو على بيسونس ان موان بي بلس 1 سور 1 موان كيو. مفهوم؟ دابا اجي تشوفوا معايا الشباب، دونك هاد الصيغه العامه راه غردها نفسها هادي. اذا جيت عوضت انا بي بزيرو، يعني الا عوضت بي بزيرو واش غادي يعطي؟ ها هي زيرو، دونك ها هي يو زيرو ياك. عوضت بي هنايا ها هي زيرو، غتولي ليا ان بلس 1 صافي. يعني هادي كترجع لي لهادي، مفهوم الشباب؟ يعني غير في بعض لي سويت كيعتبر لك ان كيعطيك يو ان وكيقول لك ان ان هاد ان تنتمي الى ان اطوال، يعني باستثناء الزيرو. او كيقول لك اسيدي ان اكبر قطعا من 3 ولا اكبر قطعا من 4. مفهوم؟ ملي كيعطيك اكبر قطعا من 4 ولا 3 راه زيرو، راه ما كايناش، يعني ما عندكش الحق دير هاد لا فورمولا. ملي كيقول لك حسب حسب المجموع ديال الحدود لا ما عندكش الحق دير الزيرو، يعني كتحاول انك تستعمل باش بديتي اللي عاطينكم منين بادئين. بمعنى يعني هاد بي هادي هي صيغ او هو الحد الاول ديال هذيك المتتاليه، مفهوم الشباب؟ يعني نعطيهم اكبر قطعا من 3 يعني غادي نمشي نبدا من 4، يعني اكبر قطعا يعني 3 ما كايناش، يعني ما غاديش ندخلها في الحساب، يعني غنبدا ب 4. ومني غادي نمشي ندير حساب اس ان راه غنبدا ب يو 4، يعني يو 4 بلس يو 5 بلس 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 تل يو ان. ملي غنمشي ندير هاد اس ان، هاد اس ان هادي راه ما غاديش تساوي ليا يو 0، غتبدا ليا ب 4، يعني غنعوض بي ب 4، هي تولي هي يو 4. نفترض انها هندسيه او حسابيه، ما عندي حتى شي اشكال، بحال الشباب. فهاد بي بالخصوص هاد بي يعني هي هو الحد الاول باش اللي عاطينو في ليكزيرسيس او في ديك السويت بالضبط. ا موان كو على بيسونس
ان 4 نعوض بي ب 4، يعني ناقص 4 زائد 1 هي ناقص 3 سيغ ان موان كي. مفهوم الشباب؟ دونك هذه هي لا سوماسيون، مجموع الحدود في حالة إذا كانت ان أكبر من 3. هذا غير مثال باش نعرفوا علاش درنا هذه بي هذه، راه هو الأصل هو هذا، غير حنا باش كنبسطوا على راسنا يعني كنديروا هذه الفورميلا هذه. مفهوم الشباب؟ دونك هذا هو مجموع الحدود، مجموع الحدود. مفهوم الشباب؟ دونك هذا هو الملخص التقريبي اللي ديال هذا الدرس ديال المتتاليات، يعني كتمهيد باش ندخلوا البروغرام ديال هذا الباك هذا. وفي هذا العام هذا غادي نزيدو نافونسيو شويه في دراسه متتاليه. دونك الشباب كيف ما شفنا يعني في العام اللي فات، يعني كنحسبوا غير التعريف، حد العام، مجموع الحدود، يعني داكشي ماشي حتى شي حاجه، هادشي ماشي كيعني بانني غادي ننسى هادشي، راه كاين هاد العام هذا. دونك في هذا العام بالضبط غادي نشوفوا ان الرتابه ديال يو ان ماشي هذا العام، المهم شفناها من قبل، غير هذا الشيء مهم حتى هذا العام هذا راه مهم. الرتابه ديال ان ديال يو ان، رتابه يو ان، هاد الرتابه الشباب دونك كنمشي نحسبها من يو ان بلس ان موان يو ان. مفهوم؟ في حالة إلا حسبت يو ان بلس ان موان يو ان عطاتني أكبر من الزيرو، أو أكبر قطعا، أكبر أو يساوي زيرو أو أكبر قطعا، كنمشي نحسبها. إلا عطاني وعطاتني هي بطبيعة الحال إلا كانت حسابية غي عطاتني اغ، اغ إلا كان بوزيتيف دونك كنقول بأن هاد يو ان هادي راها متتالية تزايدية، قطعا أو غير تزايدية كيتعلق لي الامر بهذا لو سامبول هذا، يعني بهذا الرمز. اذا كان اكبر قطعا راه تزايديه قطعا، كان اكبر او يساوي راه تزايديه وصافي. مفهوم الشباب؟ دونك في حاله اذا كان يو ان بلس ام موان يو ان اصغر من الزيرو، هنا كنقول بان يو ان راه متتاليه تناقصيه. مفهوم الشباب؟ بعض المرات كنمشي نحسب يو ان بلس ان موان يو ان ما كتعطيني والو، ما كنعرفش شنو غادي ندير. هنا كنلجأ للكونديسيون ديال المتتاليه الهندسيه، يعني كندير ديك التعريف ديالها. كنمشي اسيدي كنقلب على يو ان بلس ان، كنقسمها على يو ان، مفهوم؟ كنقارنها هنا في هذه، قارنتها بالزيرو، هنا غنقارنها بواحد، يعني إذا كانت أكبر من واحد دونك كنقول بأن راه يو ان تزايدية. مفهوم الشباب؟ و إلا درت يو ان سيغ بلس ان سيغ يو ان عطاتني انفيريور ان، دونك كنقول بأن يو ان راها تناقصية. مفهوم الشباب؟ دونك هادي الكونديسيون هادو باش نحاول أنني نعرف الرتابة ديال يو ان. دونك رجعوا لهذه دابا يو ان بلس ان موان يو ان، الى عطاتني اكبر من الزيرو شنو كيعني ليا بصيغه اخرى؟ يعني كتعطيني هي يو ان بلس ان اكبر قطعا من يو ان. مفهوم الشباب؟ دونك كل ما تزاد الحد، يعني كل ما زدت في الان، راه داك الحد اللي تابع، يعني دابا نفترض اني بديت بواحد، عوضت يو ان بواحد، يعني عوضت بان بواحد يعطيني يو 2 اكبر من يو 1. مفهوم؟ يو 2 اكبر من يو 1 دونك، و يو 3 اكبر من يو 2، و يو 4 اكبر من يو 3. دونك كنشوف بان يو ان راه تزايديه. مفهوم الشباب؟ يعني كل ما زدت انا في هذاك ان، زدت القيمه ديال ان، راه حتى يو ان تاهي غادي وكتكبر، ما عندي فيها حتى شي مشكل. هذه تا هي. دونك شنو كيعني ليا كانت يو ان بلس ان موان يو ان انفيريور ا زيرو؟ اش كيعني ليا؟ ان يو ان بلس ان اصغر من يو ان. دونك الا عوضت بلو ان، يعني ها هي يو 2 ان بلس ان سي 2 انفيريور ا يو ان، دونك يو 2 اصغر من يو ان، هادشي راه يعني غادي يبقى تنقص ليا. عوضت ب 2 يعني يو 3 انفيريور ا يو 2. كيف ما كتشوفوا الشباب، كل ما زدت في ان يو 2 كيكون اكبر من يو ان، يو 3 اكبر من اصغر من يو 2، هكا غادي يعني غادي وكتصغر.
مفهوم الشباب. نفس القضية هنايا، يعني يو ان بلس ان على يو ان أكبر من واحد، شنو كيعني ليا؟ نضرب يو ان هنا ويو ان هنا، تختزل ليا يو ان وتمشي ليا لشي أخرى، يعني هي يو ان بلس ان أكبر من يو ان، نفس لا كونديسيون. وهذه القضية حتى هي يعني يو ان بلس ان أصغر من يو ان، مفهوم الشباب. دونك غير باش نعرفوا الأمور، بالنسبة كيف ما قلنا التزايدية قطعا أو تناقصية قطعا متعلقة بهذا لو سامبول، كانت أصغر أو تساوي دوك على التزايدية، كانت أصغر قطعا يعني تزايدية قطعا، مفهوم الشباب. دونك الرتابة احنا دزناها المتتالية، ملي كيقول لك أسيدي متتالية مكبورة أو مصغورة، مفهوم. دونك كنقولوا بأن يو ان متتالية مكبورة إلا تحقق لي هذا الشرط هذا، يعني إذا كانت يو ان أصغر من واحد ام كيف ما كان، بحيث ام هذا كيف ما بغي يكون يكون، مفهوم الشباب. إذا كانت أصغر لي من هاد ام هذه، يعني كيف كلكو سوا ان ينتمي إلى ان يو ان انفيريو ام، دونك كنقول بأن يو ان راها مكبورة، مفهوم الشباب. هذا كاين ليكيفالونس الشباب ياك. في حالة يو ان إذا كانت أكبر من ام كنقول بأن يو ان راها مصغورة، مفهوم الشباب. مكبورة يعني كاينة شي حاجة كبار من يو ان بالدارجة ديالنا، يعني كاينة واحد العدد اللي كبار ليا من يو ان، دونك يو ان راه كبر منها شي حاجة، يعني راه مكبورة، ماشي هي اللي كبيرة، لا مكبورة يعني كاين شي حاجة اللي كبر منها، ومصغورة يعني راه كاينة هي راه كاين شي حاجة صغر منها، حيت حنا كنديرو بحال الجسم المرجعي في الفيزياء بحال هكاك، يعني هي كان حنا كندرسو غير يو ان، يو ان مكبورة يعني راه أصغر من ام، كانت مصغورة يعني راه أكبر من ام، مفهوم الشباب. كيكو سوا ان ينتمي إلى ان، بمعنى نفترض حنا يو ان عندنا حنا كتكتب على شكل دونك إلى غير نرسموها، حيت هي ما كتكونش دالة، هاد يو ان هادي كتكون هاد المتتاليات كيكون على شكل نفترض كيكون حيت هي كنخدمو في ان، يعني عدد الاول 1 2 3 1 2 3 كتعطيني عدد اللي باين، نفترض انها اكبر اصغر من واحد العدد اللي هو 3، هذا هو الدياغرام، نفترض انها اصغر من 3 وكتنزل عاوتاني، دونك راه يو ان دابا هذا هو يو ان، دونك يو ان راه اصغر من 3 في الدياجرام هذا، يو ان اصغر من 3 ياك الشباب، دونك 3 راه كبار من يو ان، كي يعني بانها راه كبر منا فوق منا، مفهوم الشباب. يعني 3 راه فوق منا، كطلع حتى 3 وكتنزل، دونك كنقول بان يو ان راه مكبوره بالعدد 3. وفي الحاله الاخرى نفترض انها كانت مصغوره بواحد ناقص، المهم شي حاجه، المهم ما عليناش حنا، هذا غير مثال بسيط، ناقص 4، دونك كنقول بأن راه يو ان راه أكبر من ناقص 4، مفهوم. دونك راها مصغورة بثلاثة ومكبورة، مصغورة بناقص 4 ومكبورة بثلاثة، مفهوم ياك الشباب. دابا حنا دزنا هاد المسألة هادي، دونك إلا في حالة إلا كانت يو ان مكبورة ومصغورة، يعني تجمعو هاد لي دو كونديسيون، كنقول بأن يو ان راها محدودة، مفهوم. باينه في الدياغرام، يعني جاب الله بان ليا يو ان راه مكبوره بواحد العدد ومصغوره بواحد العدد، دونك راها محدوده، يعني ما كتفوتش 3 وما كتفوتش في ناقص 4 في المثال ديالنا، يعني حدها هاد الانترفال هذا، هاد المقاربات كيف ما شفنا في السد اف، سمي كنرسمو اف هنا كيكون المقاربات، يعني راها تبقى تلعب غير وسط هادو، مفهوم. الا كانت مكبوره بواحد العدد وكانت مصغوره بواحد العدد، هادشي كيعني ليا بان يو ان راها محدودة، يعني إذا كانت يو ان مكبورة ومصغورة في نفس، المهم مصغورة في نفس، مكبورة بواحد العدد ومصغورة بواحد العدد، دونك يو ان راها متتالية محدودة، مفهوم الشباب. وهاد هاد المتتالية اللي هي محدودة كي امبليك ليا ان يو ان راها متقاربه، مفهوم، يعني عندها واحد ليميت، هادشي غادي نشوفه من بعد، شوف من بعد في الدرس هذا غادي نشوفه، يعني هادشي كيعني ليا بان يو ان عندها واحد ليميت عندما يؤول ان الى لانفيني،
مفهوم الشباب عندما يقول ان الى لانفيني راه يو ان راه صغر من 3 وكبر من ناقص 4، دونك ان واخا يمشي الى لانفيني غيبقى محصور ما بين 3 وناقص 4، وهذا الشيء كيستلزم ليا ان يو ان متقاربه. مفهوم هادشي غادي نشوفوه من بعد. دونك هذا كمثال بسيط درناه في الجنب وصافي باش نحاول نفهم الامور. وفي هذه المحدوده هذه كنكتبوا ان يو ان انفيريور ا ام او اكبر من ام. مفهوم؟ دونك الى عطاتني ان نفترض ان كانت يو ان اصغر من واحد ام واكبر من واحد، المهم واحد جي ولا اش، المهم دونك كنقول بان اون يو ان راها محدوده. هما الشباب كيف ما كنعرفوا الشباب، واحد لا كونديسيون تاعي كنساوها انا، ولا الا كان عندي اكس لا فالور ابسولو ديال اكس كانت انفيريور ا واحد ا بحيث ا بوزيتيف، دونك كنقول بان اكس محصور ما بين ا وناقص ا. فما شباب القيمه المطلقه ديال واحد اكس انفيريور ا واحد العدد كيعني ليا بان اكس محصور ما بين ناقص ا و ا. مفهوم؟ هذه راه مهمه بزاف الشباب، غادي نستعملوها بزاف في الدرس ديال المتتاليات. دونك نفترض ان الا كان عطاوني او انني ديمونتريت ان القيمه المطلقه ديال يو ان انفيريور ا واحد ام، هادشي شنو كيستلزم ليا؟ ان يو ان محصوره ما بيناش واش ما بين ام وناقص ام. مفهوم؟ وهادشي كيستلزم ليا ان يو ان داله محدوده. مفهوم الشباب؟ دونك هاد لا كونديسيون ديال القيمه المطلقه كتعاوني حتى هي بزاف باش ندرس يو ان واش محدوده ولا لا. يعني هاد المحدوده هادي يعني راه كتنفعني في التقارب، والتقارب هو علاش كيدور هادشي كامل. مفهوم الشباب؟ دونك ناخذ واحد المثال باش نحاولوا نميتريزيو هادشي. مثال نفترض الشباب الا خدينا واحد يو ان كتساوي ليا بي او ك، المهم من ا حتى ل ان ديال اش ديال ان سيغ بي كاري، هادي متتالية عددية ما عرفناهاش واش هندسية ولا حسابية ما عرفناش. المهم قال لك سيدي ادرس رتابة، ادرس الرتابة ديال يو ان بطبيعة الحال. ثانيا بين ان يو ان متتالية محدودة. مفهوم الشباب؟ خذوا هذا المثال هذا كتمرين، حبسوا الفيديو وجاوبوا عليه وشوفوا من بعد صحيح. نبداو صحيح. اولا الرتابه ديال الداله، كيف ما شفنا انني كنمشي ندير ديريكتومون كيلكو سوا ان ينتمي الى ان، كندير يو ان بلس ان موا يو ان. ياك الشباب عندي يو ان اللي هي لا سوماسيون ديال ان سيغ بي، ياك الا عوضت ب ان بلس ان يعطيني هي لا سوماسيون فين ما بانت ليا ان نعوضها ان بلس ان. فهم بي غتبقى ليا هي بي من واحد نيت، ولكن عندي عوض ان خصني ندير ان بلس ان. فهم ديال ان سيغ بي كاري ناقص يو ان، يو ان عندي نيت ديجا من قبل، يعني هي لا سوماسيون ديال بي تيكال ان جوسكا ان ديال اش ديال ان سيغ بي كاري. مفهوم الشباب؟ دونك هادي اللي غنمشي نحسبها ما تخلعكمش راها جد عاديه. دونك نمشي نحسب هادي، نعوض شنو عندي المتغير. انا عندي هو بي، يعني بي كيساوي لها واحد دو تروا جوسكا ان بلس ان، يعني الا عوضت بلو ان يعطيني هو ان بلس ان دو دو كاري بلس 3 1 سيغ 3 كاري بلس 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 جوسكا اللي قبل من ان بلس 1 هو ان، يعني ان او كاري بلس 1 سيغ ان بلس 1 لو تو كاري. ياك الشباب موا هاد لابارتي التانية 1 سيغ بي كاري الحد الاول اللي هو 1 1 سيغ 1 او كاري هي 1 بلس الحد الثاني اللي هو 2 او كاري بلس 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 تلاش حتى الان، يعني هي ان سيغ ان او كاري. ياك الشباب
الى دخل لي هذا الناقص لداخل غتولي لي موان زا موان ان دو او كاري موان ان سور 3 او كاري موان 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 حتى موان ان سور ان او كاري ياك الشباب. دونك عندي هادو هو هما لوبوزي ديال هاد لابارتي هادي من ان حتى ان سور ان لوبوزي يعني غيتختزلوا ليا كامل هاد لي بارتي غيتختزلوا ليا من واحد حتى ان سور ان او كاري مفهوم. غتبقى ليا غير هاد لابارتي اللي هي ان سور ان بلس ان او كاري مفهوم. غتساوي ديال اللي هي ان سور ان بلس ان مربع دونك يو ان بلس ان موان يو ان راها كتساوي ليا ان سور ان بلس ان مربع. وكيف ما كنعرفوا الشباب اي عدد درت ليه المربع راه كيكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك هادشي كيعني ليا بان 1 سور ان بلس 1 او كاري راه حتى هو ستريكتومون بوزيتيف. ومنه يو ان تزايديه قطعا يعطيني واحد ما يمكنش يعني خص يكون سواء عطيتو زيرو غيعطيني ان يعني تزايديه قطعا. نفترض انه كان كيساوي لي زيرو باش يساوي لي زيرو خص يكون ما كاين حتى شي كونديسيون باش يساوي لي زيرو يعني تزايديه قطعا. مفهوم الشباب. ندوزو دابا للسؤال الثاني اللي هو بين بان يو ان محدوده. مفهوم. دونك هاد المحدوده هذه يعني خصني نبين بانها مكبوره ومصغوره. مفهوم. مكبوره بواحد العدد ومصغوره بواحد العدد ولا مكبوره بواحد الفونكسيون وصغوره او مكبوره بواحد المتتاليه ومصغوره بواحد المتتاليه احنا ما عليناش غير ديك ان داك المتتالي خص تكون حتى هي تكون مكبوره. مفهوم. يعني عندي شي حاجه اللي يمكن لي اني المهم ما عليناش الشباب. دونك عندي يو ان اش كتكتب لي على شكل لا سوماسيون ديال بي تيغال ا جوسكا ان ديال اش ديال ان سور بي مربع. مفهوم. دابا هاد يو ان كتكتبي على شكل واحد لا سوماسيون يعني راه مجموع ديال واحد زائد واحد ديال واحد على دو او كاري زائد ان سور تروا او كاري بلس 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 حتى لان سور ان مربع ياك الشباب. وباش باش نماجوغي هادي او نمينوغيها يعني ندير ان نقارنها بشي عدد صعيب. مفهوم. ولكن عندي واحد التيرم هنايا كيتبدل يعني هو اللي كيتعاود ليا كيتغير هو هاد ان سور ان او كاري او بالاحرى هاد ان سور بي او كاري هي اللي كتغير ليا ياك الشباب. دونك خصني نحاول انني نماجوغي هادي ولا نمينوغيها وندير لا سوماسيون ندخلها عليها. دونك خصني نحاول ندير هاد ان سور بي كاري هادشي في الوسخ نديرها اكبر ولا اصغر من شي حاجه. كيف ما كنعرفو بي كاري كبر مناش عندي بي كاري راه عدد ستريكتومون بوزيتيف ياك الشباب. عندي وعندي كيف ما كنعرفو بون لدينا واحد كبر من الزيرو ياك الشباب. هادي باينه. شنو كيعني لي هادشي الى و بي مربع اكبر قطعا حتى هو من الزيرو ياك الشباب. دونك الى زدت بي كاري البارتي بجوج يعني زدت لها الطرف هذا وهذا الطرف هذا اش غتولي ليا هي بي مربع بلس 1 اكبر من بي او بالاحرى غنحاول ندير شي حاجه اخرى نحاول ندير شي طريقه اخرى يعني ان كنعرفوها كبر من الزيرو بي كاري. دونك ما غاديش نبدا من هاد بي كاري غنبدا من بي. نفترض ان بي او بالاحرى عندي بي اكبر قطعه من الزيرو ياك الشباب. دونك هادشي شنو كيعني ليا ان موان بي اصغر من الزيرو ياك. الى زدت بي كاري و كنعرف بان بي كاري اكبر قطعه من الزيرو. دونك شوف الشباب ها بي لدينا بي اكبر من الزيرو و بي مربع اكبر حتى هو من زيرو ياك. شي شنو كيعني ليا يستلزم ان موان بي اصغر من زيرو و بي كاري اكبر قطعه من زيرو ياك الشباب. دونك وعندي بي كاري اكبر من بي ياك الشباب. دونك الى زدت بي كاري على موان بي دونك الى كانت بي كاري موان بي راه ستريكتومون انفيريور ا زيرو انفيريور ا بي كاري اسمح لي الشباب انفيريور ا بي كاري. مفهوم. الى درت المقلوب ديال هادي دونك كتولي لي هي ان سور بي كاري موان بي
هاد الرمزه يتقلب ليا، يعني كانت انفيريور تولي بلس، بلس ان سور بي كاري، وهذه هي اللي بغيت انا، يعني ان سور بي كاري انفيريور ستريكتومون ان سور بي فاكتور بي موان زان، عمت بي كاري هنايا، مفهوم الشباب؟ وكيف ما كنعرفو هاد لا فونكسيون هادي، هاد ان سور بي عامل لي بي موان زان، يمكن لي هي اللي كتساوي ليا 1 سور بي فوا بي موان زان، كتساوي ليا هي 1 سور بي موان زان موان 1 سور بي، مفهوم الشباب؟ نحسبوها، ها هي نحسبوها، نوحد المقام اللي هو بي عامل لي بي موان زان، نضرب في بي فهاد لابارتي موان بي موان بي موان 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 صافي بلوس، يعني بلوس 1، مشات لي بي مع بي تبقى ليا 1 سور هادي، هادشي هادي، مفهوم الشباب؟ هادي كاري. دونك ان سور بي مربع راه انفيريور ستريكتومون ا ان سور بي موان زان موان ان سور بي، مفهوم؟ يعني باش نشوف دونك هاد ان سور بي كاري راه بينتها بانها اصغر من واحد الحاجه، المهم اصغر من هاد العجب هذا اللي عندي هنا، يعني باش نخرج او ان يعني يكفي ندخل لا سوماسيون على ان سور بي، يعني اذا دخلت لا سوماسيون هنايا ندخل لا سوماسيون هنا، مفهوم الشباب؟ وهادشي اللي غادي ندير. دونك يو ان كتساوي لي لا سوماسيون ديال ان سور بي كاري انفيريور ا لا سوماسيون ديال ان سور بي موان زان موان ان سور بي، ياك الشباب؟ من بي كتساوي لي واحد حتى لان، مفهوم الشباب؟ دونك الحد الاول في حاله ان اذا كان كيساوي لي، حيت حنا بادين من واحد، ياك؟ دونك نفترض الشباب، دوك سمحوا لي، هاد لا كونديسيون ديال هنا الا عوضت ب ان ان موان ان صافي زيرو، دونك ما يمكنش، خصني نبدا من دو، مفهوم الشباب؟ يعني خصني نبدا من دو ونطلع، يعني ان خص تبدا ليا من دو، مفهوم؟ تا هنا غتبدا ليا من دو، من دو حتى الان، راها دابا ماشي او ان هادي، راها دابا هادي واحدة أخرى اللي غادي نزيد واحد البارتي أخرى، يعني أش بقى ليا دابا، حيدت أنا واحد وحيدت حيدت غير واحد، يعني بلوس إلا عوضت بواحد عطيني هي بلوس أن، مفهوم الشباب؟ باش تعطيني أو أن، دونك نشوف داكشي من بعد، نحاول بغيت أنا غير نحاول أنني نماجوغيها، نحسب هادي، نبدا بالحد الأول اللي هو دو أن سيغ دو أو كاري انفيريور، إلا عوضت هادي بي بدو باش تعطيني هي أن سيغ دو موان زان صافي أن موان أن سيغ دو، يعني هي أن سيغ أن، إلا عوضت أن بتروا هي أن سيغ تروا، عوضت بي بكا أو كاري هي أن سيغ تروا كاري، انفيريور تروا موان زان صافي أن دومي موان أن سيغ تروا، إلا عوضت أن بكات تعطيني هي 1 سور 4 او كاري انفيريور 1 سور 4 موان 1 سي 3 يعني ان تيير موان 1 سور 4 ماشي ان، اسمحوا لي هضره بي، ياك؟ دونك بي بي بي، الا كانت بي كتساوي لي 5 دونك 1 سور 5 او كاري بي نعوضها ب 5 بي 5 موان 1 سي 4 اي بي صافي 1 سور 5، مفهوم الشباب؟ غادي نمشيو حتى لاش حتى الان، يعني في حالة بي كيساوي ليا ان، او نديرو اللي قبل منها ان موان زان، نعوض بي بان موان زان، يعني هي ان سيغ بي او ان موان زان او كاري، هنا عوضت بان موان زان، يعني ان موان زان موان زان سي ان موان دو موان ان سيغ ان موان زان، حتى الاخر حد اللي هو بي كيساوي ليا ان، ياك؟ نعود بي بان، يعني هي ان سيغ ان او كاري انفيريور ا واحد على ان موان زان موان ان سيغ ان، ياك الشباب؟ دونك كيف ما كنشوفو باش نجبد او ان، خصني نحاول نجمع هاد لا صوم كاملة، يعني نجمع هاد الحد هاد الجنب هذا اللي في هاد اليسر ان، الا درت لا سوماسيون يعني الا جمعت هاد الحد هذا او هاد الطرف هذا غيعطيني هي 1 سور 2 او كاري بلس 1 سور 3، تعطيني هي هنا نبينوها 1 سور 2 او كاري بلس 1 سور 3 او كاري بلس 1 سور 4 او كاري بلس 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 تلاش حتى
ان سيغ ان مربع ياك الشباب. جمعت هذا الحد هذا، إذا جمعت هذا الطرف هذا خصني نجمع هذا الطرف الاخر، يعني هذا الطرف الاخر هو عندي ان موان ان سيغ دو بلوس، الجمع هذا جمعتهم ياك، عندي هنا البلوس بلوس 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 يعني بلوس بلوس، ان موان ان دومي بلوس هاد لابارتي هادي هي بلوس ان دومي موان ان تروا بلوس ان تيار موان ان سور كات ياك الشباب، بلوس ان سور كات موان ان سور سانك، بلوس 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 تلاش حتى ال ان سور ان موان دو موان ان سور ان موان زان بلوس ان سور ان موان زان بلوس موان ان سور ان. ياك الشباب هاد الطرف الاول كيف ما كنشوفوه هو لا سوماسيون ديال ان سور بي كاري من بي كيساوي ليا دو حتى لاش حتى الان، ياك انفيريور ستريكتومون ا اش. كيف ما كنشوفو بغيت نجمع هادو يمكن نجمعهم، عندي ان موان ان دومي بلس ان دومي تختزلو ليا، موان ان تيار بلس ان تيار تختزلو ليا، يعني كيف ما كنشوفو ديما كاين واحد او لوبوزي ديالو، يعني حد او لوبوزي ديالو يعني كيتختزلو ليا، يعني غادي كامل كيتختزلو ليا، غتمشي كيتختزلو كيتختزلو حتى لاش حتى ان موان زان، حيتاش كاينه ان سوغ ان موان زان موان ان سوغ ان موان زان، يعني غتبقى ليا في الاخر اللي هي ان موان ان سوغ ان، مفهوم؟ يعني غتبقى ليا ان او موان زان سوغ ان، يعني هاي ان موان ان سوغ ان، مفهوم الشباب؟ دونك هادي لقيتها بانها راها اكبر من هاد من هاد الفورم هادي، مفهوم؟ وباش نجبد انا يو ان شنو خصني؟ عندي انا في لاصوم عندي يو ان، عندي بي كتبدا ليا من ان حتى لاش حتى ال ان، ياك الشباب؟ يعني باش نردها بانها كت من ان حتى داك العجب، دونك يكفي انني نزيد واحد هنا، نزيد واحد في هاد لابارتي هادي، دونك الا زدت واحد هنا او بالاحرى ان سيغ ان او كاري، ونزيد هنا ان سيغ ان او كاري، الى جيت حسبت هاد لابارتي هادي تعطيني هي لا سوماسيون ديال بي كيساوي ليا ان حتى لاش حتى الان ديال ان سيغ بي كاري، مفهوم؟ دابا تغير لي غير هاد الحد هادي، هاد الحد الاول، حيتاش الحد الاول كان عندي دو، مفهوم؟ ولكن هادي كانت على برا، اون فوا غتدخل ليا الوسط لاصوم، يعني بحال هاد لاصوم هادي غنزيد هاديك واحد ان سيغ ان او كاري اللي هي نفسها يو ان، حيتاش ديجا خدمنا حنا يو ان اللي كتساوي ليا لاصوم ديال العجب هذا، مفهوم؟ زدت ان سيغ ان او كاري اللي هي ان، زدت لهاد لابارتي عطاتني ديريكتومون اللي هي يو ان، دونك انفيريور ا شنو؟ 1 بلس 1 اللي هي 2 2 موان 1 سيغ ان، مفهوم الشباب؟ دونك وعندي ان 1 سيغ ان راها انفيريور بون انفيريور ا 1، حيتاش كل ما هاد ان غادي كيكبر كتكون عندي 1 1 سيغ 2 1 سيغ 3 و 1 سيغ 4 جوسكا ان، يعني العدد غادي كيديمينيا يعني غادي كيصغر، مفهوم؟ يعني راه انفيريور ستريكتومون ا 1، دونك انفيريور ستريكتومون ان، دونك هذا راه انفيريور ا دو، ماشي مشكل انفيريور ان ولا انفيريور دو، دونك راها ماجوري، مفهوم الشباب؟ دونك مكبوره مكبوره بواحد العدد، مصغوره يمكننا حتى هي نبينوها بطريقه اخرى، يعني ما كاين فيها حتى شي اشكال، دونك كيف ما كنعرفوا بان بي محصور ما بين واحد و ان، ياك الشباب؟ يعني الا درت ان سيغ بي كاري راه غيعطوني غيتقلب ليا هادشي وغادي يولي ليا اصغير انفيريور ا ان و انفيريور ا ان سيغ ان، مفهوم؟ الا دخلت لا سوماسيون من ان كتساوي ان جوسكا ان اللي هي كتساوي ليا هادي هي يو ان، غتكون انفيريور على سوماسيون من بي كتساوي ليا ان جوسكا ان ديال اش ديال ان سيغ ان، لا سوماسيون ديال ان من بي كيساوي ليا ان جوسكا ان، ياك الشباب؟ دونك هادي كتعطيني اللي هي ان، يعني حيتاش الحدود مجموع الحدود يعني هي بحالنا واحد بلس دو بلس بلس بلس، او بالاحرى نفس العدد كيتعاود ليا اللي هو ان، ان كيتعاود ليا ان مرة، يعني كنضرب ان في هاد لاباز هادي، يعني كتساوي اللي هي ان، ان فوا واحد يعني هي ان، دونك وهاد لابارتي اللي هي يو ان انفيريور ان وانفيريور على سوماسيون ديال ان سيغ ان،
مفهوم الشباب. اسمح لي الشباب دونك هذه او كاري هنايا، حيتاش عندي هنايا كيف ما قلنا انفيريور بي، رفعت المربع اللي هي ان سور بي كاري انفيريور، دونك انا عندي مربع مفهوم الشباب، و ان سور ان او كاري عندي ما عنديش متغير، بي هو المتغير ياك الشباب. وكيف ما كاين ان بي هو المتغير، عندي هذا الحد هذا فيكس، يعني غير تعاود ليا ان سور ان او كاري بلس ان سور ان او كاري، كي هو اللي كيتعاود ليا. شحال مره غيتعاود ليا؟ ان مره، يعني غيتعاود ليا ان مره. كيف ما قلنا في هاد لا كونديسيون هادي، كنضرب ان في هاد لا باز، يعني غيعطيني ديك كتساوي لي هي ان مضروبه في ان سور ان مربع، اللي غيعطيني ان غتختز ليا مع ان اللي هي ان سور ان. مفهوم الشباب؟ دونك ان سوبيريور ا ان سور ان. مفهوم الشباب؟ دونك يو ان راها مكبوره او محدوده، هي مكبوره بان ومصغوره بان سور ان، دونك يو ان راها محدوده. غير دابا درت انا واحد الطريقه، درت هذه الطريقه هذه ديال هاد لا سوماسيون، حيتاش صراحه غادي تنفعنا بزاف، بغيت غير ناخذوها كفكره باش نخدمو بها في زيكزيرسيس. مفهوم؟ اما هاد الطريقه هي بسيطه وغادي نجاوب عليها سور بلاس، دونك راها يو ان راها محدوده. مفهوم؟ احنا بينا بانها راه محدوده. مفهوم الشباب؟ نتمنى الفيديو يكون مفهوم. غادي ندوزو للفيديو اخر اللي فيه الدروس، اللي فيه تتمه ديال هذا الدرس هذا. دابا درت انا غير التمهيد ديال الدرس، من بعد غادي ندخلو للتقارب ديال المتتاليه ومصادق ديال التقارب، هذوك لي فونكسيون كامله، داكشي هذاك المهم، وديك ديك الداله اللي كتكون معرفه بدلاله يو ان، يعني اف الا كانت عندي بحال if f دو يو ان كتساوي لي اللي هي يو ان بلس 1، هادي حتى هي واحد الفونكسيون اللي هي مهمه بزاف، غادي نشوفوا بانها كتنفعنا وعندها دي كونديسيون باش نحدد التقارب ديال الداله. المهم داكشي غادي نشوفوها الشباب من بعد ان شاء الله، تتم في الفيديو الاخر ان شاء الله.